بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مش تخسر حاجه يا عزيزي مشجع مانشستر يونايتد لو ربنا كرمك وعملت لايك وعملت سبسكرايب ده لو الفيديو عجبك. اما لو ما عجبكش بقى فاعمل ديسلايك، ما تعملش ديسلايك، بس لازم نتفق انا وانت على حاجه واحده بس. سولشاير مدرب صايع بيحب قوي الماتشات الكبيره، اديله ماتشات كبيره هيديك دفاع وهيديك هجمات مرتده زي الفل، تديله ماتشات ضعيفه هتلاقي ان انت بتعاني معاناه غير طبيعيه، ان الفرقه مش عارفه تخلق فرص. هو بيحب الماتشات الكبيره دي، فلما تقول له هتلعب النهارده قدام باريس سان جيرمان في فرنسا يقول لك تمام ده زي الفل، ده عز الطلب. معنى كده ان باريس سان جيرمان هيحب يسيطر على الكوره، معنى كده ان باريس سان جيرمان هيحب ان هو يفرض الايقاع بتاعه علشان خاطر هو عايز يكسب، وخصوصا يعني ان هم وصيف البطوله السابقه. فهيقول لك بس ده يومي بقى وده شغلي وده نرجع بقى التلاتة أربعة واحد اتنين بتاعتنا اللي احنا بنحبها، ونرجع بقى الاعتماد على راشفورد ناحية الشمال والاعتماد على مارسيل ناحية اليمين، ونستنى برونو فرنانديز هو اللي يمدهم بالكرات الأمامية اللي الاتنين هيجروا فيها، ويحبوا ان هم يعملوا انطلاقات. يحب قوي موضوع الانطلاقات وموضوع الهجمات المرتدة من الإيدة. يلعب بخط دفاع مكون من ثلاثي ماجواير مصاب فيحط مكانه دونزيبي، ويلعب كمان بنالدوف، ويلعب بلوكشو ناحيه الشمال. سبحان الله ما كانش بيحب بلوكشو، بس قرر فجاه ان هو هيلعب بلوكشو عادي، الدنيا بالنسبه له زي الفل، خصوصا يعني ان ربنا كرم ادورتو جاب له الباك الشمال اللي هو كان عايزه. فبيلعب بالكس تليس، وبيلعب بفريد، وبيلعب بسكوت ماكدوناي، وعلى يمينهم وان بيساكا، وزي ما اتفقنا ان هو بيلعب قدامهم ببرونو فرنانديز واثنين مهاجمين اللي هو ماركوس راشفورد ناحيه الشمال وانطونيو مارسيال ناحيه اليمين. ومفيش حد في العمق، الاثنين بيتبادلوا على الدخول للعمق سواء مارسيال او راشفورد. الناحيه الثانيه فالاخ توماس توخيل معروف عنه ان هو بيلعب ال 4 3 3 خصوصا بعد الاصابه المفاجئه لايكاردي. موضوع ايكاردي الموضوع الراجل بيعاني منه بقاله كتير، ان هو بيحط كده امبابي شويه مهاجم، وبيحط ديمار شويه مهاجم، وبيفكر ان هو يجيب مويسكين من على الدكه زي ما فكر ان هو يجيب مويسكين من ايفرتون، فانا هحط مويسكين اساسي. فموضوع ان انا احط مويسكين النهارده في مباراه ضد مانشستر يونايتد ما كانش متاح للراجل، فالراجل بيقرر ان هو هلعب بال 4 3 3، هلعب بمبابي كمهاجم وهمي، بس انا عندي مشكله في الثلاثه اللي في نص الملعب، اذا كان دانييلو بيريرا، ولا اذا كان ادريسا جايي، ولا اذا كان اندري هيريرا، ولا ادريسا جايي، الاثنين عندهم ملكه ان هم بصيرات كويسين، ممكن واحد فيهم يلعب مركز 10 لو احتجته في لعيبه نص الملعب، اما ان انت تنزل نيمار شويه يلعب مركز 10 الموضوع بيكون صعب جدا على نيمار، لان نيمار لما بيلعب مركز 10 لو لعبت 4 2 3 1 نيمار هيقلب لك الطريقه ل 4 2 4 غصب عنك، لانه مش هيرجع يدافع. مش هيرجع يدافع، ولا دي مالي هيرجع يدافع، ولا هتلاقي كمان ان مبابي رجع معاهم يدافع، فهتلاقي ان انت عندك مشكله كبيره قوي ان الثلاث قلبت منك 4 2 4 غصب عنك، فهتلاقي ان انت في ورطه. وده اللي حصل مع شوط تاني لما كان خسران. هو حب ان هو يغير ويلا يا جماعه انا عايز اعمل تغيير، بس ده مش وقته. كالعاده انا في الماتشات الكبيره دي بحب قوي سولشاير ان انا هعتمد على دخيل الاول، لما دخيل يصد له واحده او الثانيه الفرقه هتسخن، وهتعرف ان النهارده دخيل في يومه، فهندافع كويس وهلاقي ان الفرقه كلها بتلعب تحت الكرة حرفيا بطريقه تخلي الخصم بتاعك اللي هو يابا انتوا مش هتهاجموا. ده المنظر قدام مانشستر قدام باريس سان جيرمان النهارده. كام لاعب؟ 2 4 6 7 لعيبه تحت الكوره، واللعيبه المتاح ليهم ان هم بيهاجموا الثلاثي بس، برونو وراشفورد ومارسيال بس، والباقي مفيش حد يزيد، لا فريد يفكر يزيد، ولا سكوت ماكدوناي يفكر يزيد، واي حد هيعدي نص الملعب هيتنفخ من لعيبه مانشستر يونايتد. فزي ما قلت لك لعيبه باريس عندهم مشاكل في اللعيبه نص الملعب اللي هيدي لهم الباص، فبتلاقي ان نيمار بيجري في حته ومبابي بيجري في حته، وشويه نيمار يفكر يخش في العمق يلاقي العمق مقفول، يروح على الطرف يلاقي الطرف مقفول، يستنى ادريسا جاي يجي له، او يستنى اندري هيريرا برده بيلاقي نفس المشاكل وبيلاقي نفس المعاناه، علشان زي ما اتكلمنا ان اللعيبه مش بصلات عليه قوي، خصوصا يعني ان الباكات مش جامدين قوي هجوميا، لا فلورينزي ناحيه اليمين ولا كورزو ناحيه الشمال. فباريس سان جيرمان النهارده كانت بتلعب وهي مكسوره الجناحين، مش جناح واحد بس، ده كانت مكسوره الجناحات. فهم كل الفكره ان انت جوه الملعب بتدور على مبابي او بتدور على نيمار او حتى انخيل دي ماريا من بعيد، غير كده اللعيبه الباقيين عباره عن لعيبه بيخدموا على الثلاثي ده. عشان كده النهارده زي ما قلت لك مانشستر بيحب قوي الماتشات الدفاعيه دي، فلما تلاقي ان انت بتلعب ضد اثنين لعيبه بس جوه الملعب فده عز الطلب بالنسبه لسولشاير، يحبه قوي، وخصوصا يعني لما يلاقي ان مارسيال قدر يجيب له ضربه جزاء ويتقدم 1-0، تمام التمام، ده انا كده هرجع بقى الفرقه كلها تحت الكوره، الفرقه كلها بقت تحت الكوره، والشوط الاول بيخلص 1-0. طبعا لما توماس توخيل دخل في حاجه غلط وعندي مشكله، قرر ان هو يطلع ادريسا جايي وان هو هينزل مكانه مويسكين وهيلعب بال 4 2 3 1. بس لما لعب بال 4 2 3 1 زي ما قلت لحضراتكم ايه اللي حصل؟ الفرقه قلبت بال 4 2 4 غصب عنها،
وبقى موجود في نص الملعب، بقى موجود اندر هيريرا، وبقى موجود دانييلو بيريرا، ومبابي طاير في حته، ونيمار طاير في حته، وانخيل دي ماريا بيخش مع موسكين احيانا في العمق. فبتلاقي ان منظر الفرق بسم الله ما شاء الله، الفرقه متاحه ان هي اي كره هتخطف منها هتلاقي ان في واحد على واحد واثنين على واحد كتير. ودي حصلت قبل كوره التعادل اللي راشفورد اللي اسمه ايه ده مارسيال جابها في نفسه. قبل كوره التعادل دي ماركوس راشفورد ضيع واحده كانت غريبه قوي، اللي هو افترض تقتل بيها المباراه، لا ما قتلش بيها المباراه، فتردد بهدف على مانشستر يونايتد. وبعد كده رجعنا تاني ان يا جماعه باريس بدا يخش في الجيم، وباريس بدا ان هو خلاص بقى الناس عايزه المكسب، والناس بالنسبه لها موضوع ان احنا نطلع بالتعادل في ملعبنا ده خلاص، احنا مش عايزين نطلع بالتعادل، خصوصا يعني الفرقه اللي رخمه اللي قدامنا دي بتلعب لنا بسبعه دفاعيين. فقرروا ان هم بص احنا ماسكين الكوره ومسيطرين، بس عليهم هجمات مرتده كانت خطيره جدا من ناحيه مارسيال ناحيه اليمين، ومن ناحيه راشفورد ناحيه الشمال، ومارسيال شويه يخش في العمق، وراشفورد شويه يخش في العمق، ويجي لهم امدادات من تحت من برونو، لحد ما قرر فجاه السير والعالمي الاسطوره سيرو تشايلد ان هو يتدخل. راح منزل بوب بوبا مكان اليكس تريز. هتقولي طبعا ده تغيير بيحاولوا 3-4-2-3-1، اقول لك اطلاقا يعني اقول لك ايه، مش هيغير الطريقه، هي 3-4-1-2 مش هيغير الطريقه. حتى لو نزل بول بوبا برضه بول بوبا هينزل يلعب ناحيه الشمال، اللي هو يخرب بيتك بجد. بس بول بوبا لما نزل يلعب ناحيه الشمال بالمناسبه عمل شوط كويس وعمل اداء كويس في الحاله الهجوميه، كان متاح له ان هو يخش نص الملعب. في الحاله الدفاعيه احنا نرجع نلعب بنفس الطريقه اللي احنا بنلعب بيها. انا حطيت ايدي على اللاعب اللابس اصفر، بس عادي يعني جلى ملاس عيب، انا مش قاعده قدامك. فلما بوبوك بنزل الراجل عمل جيم كويس وعمل اداء كويس نوعا ما. بعد كده اللعب كله اتحصل في نص الملعب، بعد كده بتلاقي فيها هجمات مرتده من الطرفين، والطرفين كانوا عايزين ان هم يطلعوا بالثلاثه بونت، لحد ما بيقدر ماركوس راشفورد اخيرا يخلص ذنبه اللي هو الكره اللي هو مضيعها قبل احراز الهدف تعادل. فبيقدر ماركوس راشفورد ان هو يعدي وان هو يدي واحده صاروخ علشان خاطر يجيب الهدف الثاني. وبعدها سبحان الله يا اخي بتبص كده تلاقي ان سولتشار عايز يغير وبينزل دوني فان دي بيك مكان برونو فرنانديز، وبيفكر كمان ان انا هنزل دانيال جيمس مكان مارسيال. اللي هو انت بتعمل ايه؟ انت عايز تهاجم في الدقيقه 87؟ ده الراجل هناك مفحور يا عيني، قرر ان هو يطلع فلورينزي، وان هو عايز اطلع كورزوا، وان انا هطلع اخر دي ماريا، وان انا كمان هطلع ادري هريرا، والراجل اسمه ما شاء الله طلع نص الفرقه، ومع ذلك الاداء كان بالنسبه له برده سيء، والفرقه بندور على نيمار وبندور على امبابي، لان المجموعه دي معقربه شويه. فلازم باريس كان يكسب النهارده في ملعبه علشان خاطر المباراه الجايه هيروح لبلديه اسطنبول، فمفترض ان هو يخلص على بلديه اسطنبول وياخد 3 نقط. فكان عايز ياخد النهارده 3 نقط ضمنيات عشان خاطر معروف ان المجموعه دي هيصطف فيها واحد من الكبار، اذا كان باريس او مانشستر او كمان ليزبيج. وما تنساش ليزبيج وباريس كانوا موجودين في دور الاربعه للنسخه اللي فاتت. فمانشستر يونايتد عرف يطلع بثلاث نقط صعبين جدا النهارده من ملعب باريس سان جيرمان علشان خاطر يصعب المباراه شويه على باريس سان جيرمان، لان دلوقتي الموضوع بقى سهل جدا. اللي يكسب في ملعبه ماتشين هو اللي احتمال يصعد، يعني مثلا لو دورت على ليزبيج ممكن يكسب في المانيا، ممكن يكسب باريس في المانيا، وممكن يكسب مانشستر في المانيا، غير الست نقط اللي هو يجيبهم من بلديه اسطنبول فيوصل 12 نقطه، فهتلاقيه صعب. مانشستر يونايتد لو كسب باريس سان جيرمان في ملعبه وكسب ليزبيج في ملعبه برضه هتلاقيه ان هو عدى. النهارده بقى كسب بره ملعبه، يعني احتمال كمان تلاقي ان مانشستر يونايتد هو المصدر مجموعه في النهايه، علشان زي ما قلت لك مجموعه صعبه، واللي مصعبه بلديه اسطنبول اللي هتخسر من كل الفرق. فبتمنى يعني ان انا الاقي ان المجموعه دي سخنه جدا عشان خاطر لو دورنا على مجموعه ثانيه سخنه مش هلاقي، لان مفيش ثلاث فرق اقوياء في مجموعه واحده، فالمجموعه دي قوتها في كده ان هي فيها فرق كبيره وفرق ممتعه جدا، والموضوع بالنسبه لها بيكون مريح للفرج عليهم. حتى لو فرقت النهارده على مانشستر نسخه يعني مش واو، نسخه محتاجه فعلا قائد جوه الملعب مع غياب ماجواير اللي لا يحتسب ان هو قائد، ومع وجود الشاره على برونو فرنانديز اللاعب اللي لسه ما كملش سنه في الفرقه، فده محتاج ان انت تدور على لاعب كبير يشيل الفرقه دي جوه الملعب. وكمان محتاجين برضو فكره ان احنا يا جماعه ما حدش يستنى من سولتشاير ماتشات هجوميه كويسه في الماتشات الكبيره، الراجل بيطلع لك بنتيجه، مش تبقى عايز منه نتيجه واداء، بطل افترى. وده اللي انا اقدر اقوله لك في مباراه باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد. مش هقول لك طبعا ان نيمار وضربات جزاء وصل الحكم كمان، ثلاث ارباع كانت كوره ما فيهاش اي حاجه، لقيت باريس سان جيرمان كانوا مستنيين ضربه جزاء، وانك مستني بضربه جزاء قدام مانشستر يونايتد ده معناه ان انت محتاج معجزه علشان خاطر توصل للمرحله الجايه. باريس عنده غيابات كتير وعنده اصابات كتير، ومحتاج مدرب علشان خاطر الفرقه دي فرديا كويسه، انما جماعيا احيانا بتلاقي الفرقه بتكون كويسه في ماتشات جماعيه وماتشات تانية ترجع الفرقه بندور على نيمار ومبابي علشان خاطر لا مؤاخذه ما عندناش مدرب عارف يعمل توليفه جوه الملعب للعيبه اللي موجوده دي.
هتقول لي باريس كان غايب ولاعيبه كتير في الموسم ملعب كان غايب. اقول لك هو ده مستوى باريس سان جيرمان اللي بيلعب بيه في كل المباريات، علشان قطر زي ما قلت لك عندهم مشكله ان انت مش عارف صنع الفريق ده جماعي كويس ولا فرديا بيعتمد على نيمار ومبابي بس. ولحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، والف الف مبروك لكل جماهير مانشستر يونايتد، ولو تخسر شيء دعم تمام، عملت لايك او عملت سبسكرايب، غير كده سلام ونورت يا اسطى لو لسه معايا لحد دلوقتي.